ذكريات السنين سيرة حياة. سيرة حياة الفنان والكاتب صلاح تيساني. صلاح تيزاني المعروف فنيا بأبو سليم، نقول الطبل لأنه هلا بعدين بنحكي عنه لا صار الطبل. المهم من مواليد 1929 بمدينة طرابلس حي القبة ب 15 نيسان. ترعرعت بهالمنطقة أنا، وكان بالأول مش مثل هلا، يعني الواحد بس هلا من سنتين ثلاثة بيحطوه حضانة بفوتوه على المدرسة، ثلاث سنين أربع سنين. نحن لا، يعني بده يكون عمره المدرسة ما تقبله الدولة إلا ما يكون عمره 11 سنة الدولة، أما المدارس الخاصة كانت تقبله 8 سنين 9 سنين. أنا دخلت من 9 سنين على مدرسة اسمها مدرسة 6 تمام بالإبة، كنت أدرس فيها. وأنا بعتقد أنه الإنسان اللي بده يخلق بيخلق إذا فنان أو شاعر أو أديب أو مثقف أو إلى آخره، هذا بيخلق معه. صحيح بيتعلم وبيدرس، وإذا درس وتعلم بتزيد هالمواهب وبتزيد هالاطلاع عنده وبيزيد كل شيء. فأنا كنت أنا وصغير حس حالي أنه أنا غير زملائي، يعني بدي أعمل إشي هيك، أعمل مجموعة بالمدرسة أربع خمسة هيك قالها الزلامي، يعني شو ما أمرهم أنا بيعملوا، درسوا بيدرسوا، ما تدرسوا ما تدرسوا، عيطوا يعيطوا كذا إلى آخره. صرت أنا مشاغب بالمدرسة، ماني عارف بدي يكون شيء بس ما عم بعرف شو هو هالشيء. يبعثوا وراء أهلي يحفوهم كذا، لدرجة أنه طلع لي أمر بالطرد، هذا بالمدرسة من هنيفة عم ينزع التلاميذ وعما كذا. رجع بيحطني بمدرسة التانية، فكمان نفس الشيء، اسم الفاروق، مدرسة الفاروق، كان في أستاذ اسمه فاروق والله ما بعرف شو تذكر ولا من 70 سنة، كان كتير هو كمان دمه خفيف ومهضوم، ولقاني أنا أعمل هالأشياء صار يعطيني بعض المشاهد نعملها بالمدرسة كل نهاية الشهر، يعملوا هيك التلاميذ، هذا يغني هذا يعمل شغلة إلى آخره، إلى أن في نهاية العام الدراسي كانت ما تصير مثل هلأ مثلا كل صف يروح لوحده، لا، كانوا يجمعوا المدرسة كلها، واللي طلع من صف لصف يجوا أهل التلاميذ، واللي آخذ كانوا يعطونا بومبون، هذا بومبوان بيقولوا له هيك علامات، يعني اللي يجمع آخر السنة قداش ياخذ يعطوه جائزة يعطوه شغلة. فكانت المدرسة حلوة بنهاية العام الدراسي، يعني يبقى الواحد بده بس يخلص ويروح، بده بقى الصرفة تخلص هالثلاث شهور ليرجع يعيد اللي هالأشياء الجميلة اللي كانت. فأنا من هون الأستاذ لقى عندي هالموهبة، صار يجمع كذا تلميذ ويعملنا مسرحيات هيك صغيرة فكاهية. فبلشت أنا من هون حب التمثيل والفن والغناء والمونولوج اللي كنت أقوله. فخلص العام الدراسي رجعنا فتنا بمدرسة تانية. بس اللي بدي أحكيه بهديك الأيام بالثلاثينات، ما كان نحن بلبنان عنا نشيد لهالوطن لبنان. يعني لما كنا نقعد بمدرسة الدولة، الدولة كان العلم اللبناني بهديك الأيام هو العلم الفرنسي وبقلبه أرزة، ونوقف نحن التلاميذ قبل ما نفوت على الصف ويرفعوا العلم اللي هو فرنسي بقلبه أرزة لبناني، وننشد النشيد الفرنسي اللي بيقول ألان زنفان دي لا باتري لا جور دو غوار، حافظه أنا بعدني لهلأ من 80 سنة 70 سنة، والنشيد الوطني اللبناني لهلا يمكن ما بعرفه كله، بعرفه بس ما كله مثل ما بعرف هذا كله. مثلا النشيد الوطني الفرنسي كنا نقوله بلبنان على أساس هذا النشيد اللبناني. لما تركت هالمدرسة فتنا على مدرسة الطليان، مدرسة الطليان عندهم نشيد بس قبل ما يفوت على الصف بيرفعوا العلم الطلياني، ونوقف نرفع ايدنا ونقول فيفا الدوتشي فيفا الري فيفا الدوتشي فيفا الري. الدوتشي يعني موسوليني، والري الملك، موسوليني بالاول والملك. طيب هالبلد هذا ما له نشيد ما له شيء. بسنة 1936 صار بالمانيا اولمبياد، راحوا بيطلعوا شي 7-8 لبنانيه هون رياضيين على هالاولمبياد. وقت اللي وصلوا اجت اللجنه قالت لهم انتم من وين؟ قالوا لهم من لبنان.
وأنا ده لبنان بحر الأبيض المتوسط كذا. قالوا لهم طيب جايبين معكم نوت عن النشيد الوطني تبعكم؟ طلعوا بعضهم قالوا لهم لا. قالوا لهم فإذا حنجيب لكم إنسان بيكتب نوتة أعطوه أنتم النشيد الوطني تبعكم وهو بنوطه ومشان تبقى لما بيجي دوركم نعلن عنكم نحط النشيد. طلعوا بعضنا نحن ما عندنا نشيد شو منقول؟ منقول لهم ألان زانفان دي لا باتريا هذا نشيد الفرنسي مع نحن دولة لبنان وهن بيعرفوه كذا. أحد الموجودين قال لهم ما في غير نشيد واحد بنعمله. قالوا له شو هو؟ قال لهم قربوا وقفوا جابوا لهم هذا اللي بيكتب نوت هذا بتحكي أنت هو بيكتب النوت بيجي. اجوا كلهم اتفقوا مع بعضهم قالوا على دلعونا وعلى دلعونا والشمال يغير اللون كتبوه. اجوا يوم الافتتاح وكذا وهذا وقفت الموسيقى وقفت الجماهير اللي جاي من عموم بلاد العالم وفد لبناني رياضي من حوض البحر الابيض المتوسط من الشرق الكذا والى اخره النشيد الوطني اللبناني تبعهم حطوا ايدهم على الزورون وقفت العالم على دلعونا وعلى دلع. ما عندنا نشيد وطني كان. نحن لبنان مسكين مشكلته مش من هال يعني هال اللي منو كانه منو موجود بهالكون يعني الكل هلا عم يحاولوا يثبتوا له وجوده بس برضه ما عم يعرفوا كيف. بالتاريخ كانت صيدا تعلق مع صور وصور مع عكه وعكه مع شو اسمه مع لدى وطرابلس مع جبال وجبال مع طرابلس وطرابلس مع طرطوس وطرطوس مع يعني عطول امارات ونزاعات والى اخره. كلنا بنعرف اجوا الصليبيين هن مش صليبيين هودي جماعه كانوا قطاعين طرق هول اجوا لانه المسيحيين اللي كانوا بهالبلاد هاي حاربوا مع المسلمين الصليبيين وهذا التاريخ شي بيذكروا يعني. فراحوا الصليبيين اجوا العثمانيين استلموا البلاد تشبصوا فيها ما يخلوا حدا يرفع راسه ما اللي بده يسأل شو هو الوطن شو ممنوع يعلقوا مشنقته إلى آخره. راحوا العثمانيين اجوا الفرنسيين اللبنانيين ما عارفين شو الفرق بين العثمانيين والفرنسيين الأوضاع يعني اختلفت عليهم شوي بس شي ما عم يركب بعقول الناس انه راح فلان اجب شو بفرق بين الاستعمار واستعمار الى اخره. اجوا الفرنسيين لما خلص الحرب عطوا اللبنانيين الاستقلال تعال يا بقى خدوا الاستقلال. شو يعني خدوا الاستقلال؟ ما الاستقلال هذا بيبقى له ماضي له تاريخ له تضحيات له بيمشوا الناس عليه وبيعرفوا انه شو تاريخهم شو. اجوا سلموا ناس مقصومين هن بدون شيء مثلا ما قدروا حملوا هالوطن بانه هذا وطن كل واحد يعتبر هذا الوطن مثل ما هو بده اياه وهذا ما بيصير. اسس لهالوطن ما بنت على اسس وطنيه اجتماعيه انه هالوطن بدنا نعيش فيه كلنا فصارت هالاشياء اللي صارت اللي ما وصلنا نحن عليه الان. فبنرجع بقى لوضعنا. انا وقت اللي كنت بالمدرسه وينتهي العام الدراسي ونعمل الحفلات صار عندي رغبه انا انه اقدم اشياء. فانا انجبر والدي انه كان عنده تجاره وانكسر فيها وما عاد يشتغل. أنا كان عمري تقريبا يمكن شيء 15 سنة فاضطريت أني أنا أشتغل بالحياة بس عندي ميل إلى الفن وإلى التمثيل وإلى الغنى. طلعنا من المدرسة عدت أنا بقى شو بدي أعمل فخطر لي أنه أدخل بالكشاف. كان في مدرسة اللي اسمها المدرسة الأهلية اللي كنت فيها كان النجاد سالم كبارة هو رئيس حزب النجادة بطرابلس قاموا عملوا بهالفرع فرع كشاف النجادة. بقى هالكشاف عمل مرة مخيم بأبو سمرة وجيبوا له شخص من بيت العبد من دمشق هذا تيكون قائد المخيم. فأجا قال لهم أنه بدنا نعمل هيك حفلات سمر بالليل ونعمل تمثيل وهذا. جيبوا لي من هالكشاف مين بتعرفوا؟ عنا الأستاذ رفيق الرفاعي كنا بطرابلس وعملوا كشاف النجادة مخيم بأبو سمرة. جيبوا لنا شخص يمكن اسمه يوسف العظم سلموا قيادة المخيم. فأجا طلب من الأستاذ رفيق الرفاعي كان قائد الكشاف أنه جيب لي بعض الشباب لنعمل هيك بعض المسرحيات يمثلوها ونعزم الناس. قال له طيب جيبني أنا وجبنا كذا. وكان معنا أستاذ وليد غمرة. أستاذ وليد غمرة صار بعدين قاضي كبير
الله طلع على التقاعد ومثلنا بوقتها مسرحيتين، واحدة اسمها هرو هرو واحدة اسمها شو اسمه مدام روجينا، ولقوا استحسان والناس زقفتنا وكذا. أنا كبرت عندي وبلشنا بقى نطلع الضياع نعمل حول نار المخيم، نعزم أهل الضيعة، نعمل لهم بيسموها حفلات سمر، ليلة سمر ضق وغنى وتمثيل وإلى آخره. كبرت عندي هيدي أنا. بعدين لما تركت أنا الكشاف هذا لأنه كان كشاف المدرسة، دخلت بكشاف الجراح. كشاف الجراح فت أنا دغري عملت فرقة اسمها فرقة النفير، عملنا فيها أعضاء بوقت جماعي أسعد وأمين وجميل وكوستي وهو، عملنا فرقة للكشاف كل ما بدنا نروح الحفلة بدنا كذا إلى آخره، نحن نقدم هالأعمال الفنية مع أنه نحن لا حدا علمنا ولا حدا قالنا هيك نقترح نحضر سينما نشوف شو بيعملوا ويتحركوا نقول هيك بده يصير نتعلم من أخطائنا يعني. بس هلأ وين هلأ؟ كتير أنا مبسوط أنه صار عندنا معاهد للتمثيل، صار عندنا كل شيء، عن دراسة عما يصير هذا. بس نحن للأسف صحيح طولنا لاكتشفنا الأشياء اللي لازم يكتشفها الإنسان، من الديكور إلى المسرح، كيف بيوقف على المسرح، كيف بيتحرك، كيف بيمشي، كيف كله إله طرق يعني. هن كمان اللي عملوها ما هن اخترعوها، اللي قبلهم عملوها مشوا عليه. فنحن كنا نقوم بهالأعمال هيدي ضمن الكشاف. فأنا اقترحت مع الزملاء اللي معي أنه نعمل فرقة خاصة عن الكشاف تختلف عن البرامج أو المسرحيات أو الأعمال اللي بيعملها الكشاف، هاي بتكون أعمال فنية. اتفقنا وعملنا فرقة سميناها فرقة كوميديا لبنان، هاي بلشنا فيها سنة 57. نحن بال 52 بلشنا مع الكشاف، بال 53 صار مهرجان ببوخارست اسمه مهرجان الشبيبة، قاموا انتدبوني أنا بالكشاف أنا وشخص تاني أن نروح مع المجموعة اللي بدها تروح. وقت راح معنا كان الشاعر أستاذ أسعد سعيد شاعر، وراح ونحن. فنحن ورايحين بدنا لنوصل بدنا شي 3 أيام على كوستانزا، هاي المدينة الرومانية صار ببوخارست المهرجان. على ظهر الباخرة اتفقنا أنه نعمل جروب فني تمثيل وغنى ودبكة، وكان الأستاذ أسعد سعيد من الأشخاص اللي بيحط بريق على راسه وبيحط فوق منه بريق وبيدبك وبيحمل ساف وبإيده، يعني شغلة كتير شغلة حلوة. فلما نعملنا هالفرقة هيدي وبس وصلنا، لأنه كل دولة بدها تقدم فلكلورة يعني. طيب شو 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 أنتم من لبنان شو بتعملوا بلبنان؟ شو فنكم؟ شو النوع اللي بتعملوا؟ ايه عملنا هيك شغلة وكذا، وأنا كنت أقول مونولوج وأقول شغلات، والأستاذ أسعد سعيد عمل فرقة دبكة على ظهر البيبور علمهم شوية الحركة وكذا، ورايح معنا واحد معه مجوز وليه زبطنا فرقة. وقت اللي رحنا كان شيء غريب على الرومان، هال طالعين من حرب كانوا ما شايفين حدا، ومن دول العالم اجوا. خدنا استحسان، عطونا أوسمة وعطونا ميداليات وإلى آخره. كان لبنان هان يعني انه اللي بيروح على البلاد الاشتراكية هذا بده يفوت على الحبس، ممنوع. لما وصلنا على البور هان لقينا هالدرك وهالشرطة حاوطوا الباخرة، شو افتكرنا انه عم يحيونا، عرفوا انه نحن خدنا الأوسمة. تيري بس وصلنا هيتوا الباسبورات، أخذوا الباسبورات، فتشونا شو في أوسمة، شو في معنى غراض، شو في كله أخذوا. لك يا عمي عاطيني هدايا، هذا بدنا نفتخر فيهم، أنتوا شيوعية، أنتوا كذا، أنتوا. لك يا عمي نحن فنانين، نحن ما عبدا. وحرمونا ما عطونا الباسبور 3 سنين. بعد 3 سنين أنا اجتني سفرة، بدي سافر مع ناس أصدقائي هيك نعمل رحلة بأوروبا كذا، ما في الباسبور محجوز. رحت عند دولة الرئيس المرحوم رشيد كرامي، كان الله يرحمه من أشد المناصرين لهالفرقة اللي أنا أعملها. كنت كل ما أعمل حفلة بالسنة أعمل حفلة، أول كارت بيعوا يقلوا 100 ليرة يعطيني، إنه هايتي نغطي نص الميزانية لأنه كانت الدخلة على هذا بليرة. رحت قلت له يا دولة الرئيس ما باسبوري محجوز بالأمن العام. بعد كذا يوم هذا مشونا لعطونا الباسبور. رجعنا بعدين كملنا بهالفرقة، صرنا نعمل حفلات ونعمل إلى آخره. اجت مرة الشرق الأدنى بسنة يمكن 56 أو 55، سمعوا إنه في بطرابلس فرقة هيك فنية، نيلون إيه بعت لي خبر صبحي أبو لب وعبد المجيد أبو لبن،
قال بتنزل على بيروت، كانوا هن عاملين بقبرص يمكن أو شيء، وبيروت الاستوديوهات. نزلت لهان على رأس بيروت بمدرسة الفرير على شو اسمه، على صب فندق فينيسيا هونيك. رحنا لهونيك، قال شو بتعمل انت؟ قلت لهم هيك هيك هيك. قال عندك نصوص؟ عندك شيء؟ عملت لهم نص وكذا وإلى آخره، جبنا الفرقة عملنا لهم هيك سكتش. قال كتير حال، يوم الفلاني بتبلشوا. كان الرحبانين أول ما طالعين يا سميرة يا سميرة ويا أميرة ويا منيرة وكذا، وكان في محمد شامل ومرعي وكذا إلى آخره. جينا بدنا نجي يوم التنين وصار الحرب بمصر، سكروا الإذاعة على أساس هيدي إذاعة استعمارية كذا، ووقفت، وقف حظنا بهذيك الوقت. تمينا نعمل بقى بطرابلس الحفلات وبالضيعة وبالكرة وإلى آخره، إلى أن فتح تلفزيون لبنان. لما فتح تلفزيون لبنان أنا كنت عامل مسرحية بطرابلس، كان عم يحضرها زميل إلنا فنان عوني المصري وعبد الكريم عمار. بس خلصت المسرحية كنا نحن كمان بطرابلس نعمل المسرحية، شوف المضحك المبكي، كنا نستأجر صالة الفرير ب200 ليرة على الحفلة، نحن نعمل 400 بطاقة ونحن الفرقة نروح نبلش بطرابلس. يابا مين بحب كارت يشجع ساعة الفن؟ ما نسمع غير المديح منهم، شو بدكم بهالشغلة؟ روحوا اشتغلوا لكم شغلة مثل العالم، تمثيل وفن وإلى آخره وكذا، يعني شغلة ما أنا مقبولة يعني. يعني ما نبيع 300 بطاقة مش ال400 وحدا يعرف حدا، يعني مثل الشحادة نبقى نشحده. المهم نعمل الحفلة ونوقف نحن على الباب ناخد الكروتة ونقعد الناس ونرجع، بس يعدوا نخلي اثنين من أنصار الفرقة على الباب وبين الصالة ونطلع نحن نمثل. نحن عم نمثل بتعرفي العالم، بعد شوي تزيح راسك علي ما عود حاش تحكي على عم تضحك، يعلقوا بعضهم، ننزل من المسرح نصالحهم ونرجع نكمل المسرحية إلى آخره. كان شغلة يعني، قال لي عوني يا صلاح إذا فتح تلفزيون بلبنان وعم يطلب مواهب، يعني قلت له وين في التلفزيون؟ التلفزيون لازم يشوفه بطرابلس. كان هذا التلفزيون ما يغطي غير بيروت وشوية هالمناطق العالية، لأنه التلفزيون طريقته مثل طريقة الاف ام، يعني بيمشي دغري، أقل حاجز قدامه ما بيعود يبين لورا، بده روليات وبده يحطه شو اسمه. قلت له لحتى فتح تلفزيون بلبنان وما معنا خبر؟ طيب شو قصته هالتلفزيون؟ تري هذا التلفزيون يا ستني، هذا ما إجا التلفزيون، هو أول تلفزيون بالعالم العربي، بس في قبله محاولة صارت بالعراق، كان في معرض دولي جايبته البريطانيا عاملة وجابت هالتلفزيون لمدة شهر، خلص المعرض أخذوا راحوا. في شخص اسمه وسام عز الدين من مدينة طرابلس بتاجر بالزيت وبالصابون، كان بالجزائر عنده تجارة معهم، بيقرأ بالجريدة إنه في بسكنة بالجيش الفرنسي عندهم محطة تلفزيونية بدهم يبيعوها لأنه بدهم يغيروها، وإذا حدا بيحب يشتريها إلى آخره. فبيقوم بيتصل بالشخص اللي حاطط الإعلان، بيطلع على شخص اسمه تومسون، هذا رجل بفرنسا عنده إلكترونيات كتيرة وإلى آخره، بيقول له أنا بدي هاي المحطة اشتريها اخدها على لبنان. قال له إذا أنت بتاخدها على لبنان أنا بفوت شريك معك، يعني ما بتكون وحدك أنت، أنا بفوت شريك معك فيها. قال له اتفقوا على السعر وكذا. إجا لهون على لبنان بده يعمل محطة تلفزيون، بمين بده يحكي؟ بيتصل، كان صديقه دوري شمعون اللي هلا شو اسمه رئيس حزب الوطنيين الأحرار. قال له يا دوري، كان أبوه رئيس الجمهورية. قال له يا دوري، قال له شو؟ قال له بدي أعمل محطة تلفزيون هون، بتفوت معي شريك؟ قال له أنا بفضل ما فوت معك شريك، لأنه إذا فت معك شريك بيقولوا لأنه أبو رئيس الجمهورية عطوا الرخصة، خليني أنا على جنب وأنا بدعمكم فيها. حكي مع أبوه قام وافق لهم على الرخصة، فتح تلفزيون لبنان يمكن بأيار 59 هيك بفتكر، ومشي أخذوا بنية طلت الخياط عمروها، عملوا مؤسسة شركة وعمروها، وفات تومسون معهم بس على أساس أنه يعمل قناة فرنسية، عملوا قناة 9 فرنسي وقناة 7 عربي. فنحن لما قلنا له لك طيب بالقليل طرابلس تشوف هالتلفزيون، قال ايه بكره بيقووه والى اخره. فنزلت انا على التلفزيون، شفت كان في شخص اسمه رشيد البيبي وعز الدين صبح وجان كلود بولوس، كانوا هول المدراء، كان جان كلود بولوس مدير الفرنسيه وكان عز الدين صبح نائب مدير التلفزيون 7 اللي هو كان رشيد البيبي. فحكينا معهم انه نحن فرقه هيك، قال ايه وين النص؟ نيلو النص نجيب لك نص، قال اجيبوا لنا النص. نعم بدنا نجيب له النص. لا يا عوني، كان معي عوني، شو بدنا نعمل؟ قال لي
هلا بدك تروح على طرابلس تكتب مشي. رحنا عدنا بقهوة اسمها قهوة الحاوي على البرج، جبنا وراق وقلم وقعد أنا نقله المسرحية وهو يكتبه. شي ساعتين كتبناها. في كان جنب السراية، بوش السراية كان في محلات يطبعوا، لأنه كانت السراية هناك اللي بده يعمل دعوة، اللي بده يعمل شغلة، اللي بده يصور كذا. طبعناها وخدناها بعد ظهر على التلفزيون. أخذ عز الدين صبح أرى 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 اللي وينها ما بضحي. كانت أول مسرحية المسافر، هي واحد بده يسافر تعرف الضايعة، عرفت كلهم صاروا بدهم يبعثوا معه غراض، صار بده الغراض اللي ياخدهم مش طيارة، بده بابور ما بيحملوا. المهم قال ها ما بضحي. قلنا له يا خي التمثيل الكوميدي مش بس النص، التمثيل الكوميدي إحساس الممثل والموقف تبعه وتعبيره بشغله، بهاو عدة شغلات. ممثل الكوميدي أوقات ما معه نص، بيبقى هو قاعد بيعمل حركة بضحكة، طيب أكيد بيكتبوها. قال شو العمل؟ قلت له مجيب لك الفرقة أنا تمثلها، قلنا احنا عاملينها بطرابلس. قال طيب يوم الخميس بتجو. جينا الخميس وقال ساعة تنتقل، نحن كنا 10 عباب التلفزيون ما مصدقين في شخص اسمه أبو حنة. جينا نحن، قال شو جايين تعملوا؟ قلنا عندنا موعد بدنا نقدم التلفزيون للمدير. قال أي ساعة لكم؟ قلنا قال الساعة 4. قال شو جايين هلا بتعملوا الساعة 10؟ قلنا له جايين من طرابلس، مشينا الساعة 6 كمان. قال روحوا هلا بتجوا الساعة 4. ومن نروح ما بنعرف حدا ببيروت، كان تلفزيون لبنان ثلث الخياط، ما في بنا حولوا أبدا، تضرب فيه الشمس. الشمس كيف كانت؟ مثلا جاي من الشرق، نحن واقفين هون محميين من الشمس، الشمس تبرم ونحن نبرم مع الفي. لا الساعة 4، الساعة 4 فتنا. عملنا له المسرحية لعز الدين صباح ورشاد البيبي. لا هو قال لا بأس، بكرة إن شاء الله التنين الجاية تجوا الساعة 4 بعد دورهم تعملوا ربيتسيون وبتعملوا بسوا على الهواء. نالوها جينا بقى الساعة 4، جابونا مخرج بوقتها اسمه جاري جربتيان، كان عم يعمل برنامج اسمه في كلنا فدائيون، وعم يحطوا قنبلة بقلب محل هيك نايت كلوب على أساس أنه في يهود وبيفجروا. طلعت هالقنبلة هيدي عملت شخصية نار، والحيطان كلها كاوتشوك ومثل كرتونة البيض كاوتشوك، وشعل بوقتها راح 29-30 واحد وانجرحوا اللي انجرح بال69. المهم عطونا المخرج وبلش يعطينا، نحن ما بنعرف، بدك توقف تحت الميكروفون ما تدير وشك هيك تحكي، بدك هذا يعلمونا بالطباشير على الارض، شغله جديده. المهم مشي الحال، ما هان النكته بس خلصنا وطلعنا من باب التلفزيون، ناس برا مثل النمل عم بيطلعوا فينا مثل كأننا نحن جايين من كوكب اخر. جماعه غرب شو عم بيعملوا هال؟ لو شو هاللهجة اللي عم بيحكوا فيها؟ ما مثل هلأ الواحد صار بيعرف، بس واحد يقول له الله معك بيعرفوا هذا طغرطاوي، هذا من الجنوب، هذا من بعلبك، هذا من بيروت، هذا من كسروان. اللهجات قبل أول ما نعرف اللهجات، يعني نعرف بطرابلس بيحكوا طرابلسي ما نعرف. طلعوا فينا انتم منان انتم منان؟ بقى نحن أول ما بلشنا بلهجة قروية ضنوية بين عكار وضنية. كان بالأول اللهجات ما مثل هلأ شوي اللهجات عم تخف. كان واحد بده له لواحد بينك وحسا شبك طولها اش بدك لك بتروح لهونيكا وفي سحور وبتحمله او بتنتعي وبتجي فيها لهان، وهيديك الشير اللي واقف هونيك المسمور تحطه بتفعطه ضرب للمسمور بفوت بالحاد فمت. ايه فمت شو عم نحكي هذا؟ شو عم يحكوا لبنان هالعالم؟ في حدا هيك بيحكي بلبنان؟ أول ما بلشنا هيك كنا نحكي، بعدين صرنا مع الزمن كيف خفت اللهجات وخفت هذا. أنتوا من لبنان؟ إيه. من وين يعني من لبنان؟ نحن من الشمال. بس قلوا لنا إنه أنتوا المسرحية اللي شفتوها التمثيلية منيحة حلوة. قال إيه حلوة، عملوا لنا جمعة جاية كذا هيك. ونشت بقى التليفونات تجي على المحطة وإنه هذا شيء منيح شيء كذا إلى آخره.